هاري بوتر وصل معانا ضيفنا الكريم طارق الخضري. حياك الله معانا. الله يحييك. حياك الله طارق. ضابط الشكل بالضبط، يعني انت جنك هاري بوتر بس كويتي، النسخة الكويتية. شلون كذي مقلد هذه الشخصية او متقمص هذه الشخصية؟ هو اصلا تقمص الشخصيات فن اسمه الكوسبلاي، فن يعني بلش باليابان لكن بدا ينتقل عالميا. احنا لعدم وجود كلمة يعني باللغة العربية نطلق عليه تقمص الشخصيات احسن. الكوسبلاي عبارة انك تاخذين شخصية من كتاب، فيديو جيم، فيلم، وتقمص الشخصية مثل ما هي، مو تمثلها أو تقلدها، تقمصها أي تصير أنت الشخصية من معارض ومسارح وفوتوشوتس وصور، أنك تمثل مثل الشخصية بالضبط. طبعا أنا يعني طول عمري ما كنت أعتقد أن أنا أشبه هاري بوتر، وكان وايد يعني من أيام الابتدائي كانوا وايد يقولوا لي يمكن عشان كنت ألبس نظارة، فهذا كان اعتقادي. فيوم بلشت المتوسط ثانوي ومدرسين يقولون أمي اللي هي أمي تقول لي أنا أشبه هاري بوتر، فسبحان الله كنت مشارك بمعرض كرسام ولا يشوفوني مجموعة كوسبلايرز أو متقمصين. فواحد منهم اسمه نبيل الله يذكره بالخير قال لي إنه بس شافني يالني ركض قال لي أنت مفروض تصير ويانا هاري بوتر. أنا قلت بعد يعني طالت وشمخت يعني لاني وصلت بعد، كان أقوله ماشي نجرب. وطلبت اللبس من برا من موقع ورنر براذرز وجربت، والحظ السعيد إنه يعني اختصار خضري ميك اب أرتست فهم ساعدتني الكاستوم وضبط معي معارض مثل بي تو بي كي اكثر شيء. يعني بي تو بي كي. نعم. صدقتي انك هاري بوتر معنا؟ اي بس كويتي. اي النسخه الكويتيه اللي نفتخر فيها. تحياتنا لك طارق. طارق يعني الناس ساعات تصدق او تعتقد تماما ان انت هاري بوتر؟ يمكن حاله وحالتين، لدرجه اني كنت معرض بي تو بي كي 2015 في ساعات يصير تجمعات وناس تصور وكذا. كويتي وافتخر. كويتي وافتخر. نعم. اللي صدمت فيه وللحين ماني قادر انساه انه في يعني واحده يعني شيء يعني شكلها راشد فطالعتني وكانت قاعد تبكي، فانا هني توهقت انا ما ادري شلون اتصرف، هل اضحك وهل يعني ما ادري ايش اسوي. بس يمكن هي من كثر الهوس او اعجاب بسلسله هاري بوتر استانست بشوفت انه شخص اذا عرفت ان انت مو هاري بوتر راح تبكي زياده مسكينه. طبعا طارق انت تقلد العديد والكثير من الشخصيات، شنو هي الشخصيات بعد اللي تقلدها واللي تحبها؟ انا قلدت تقريبا بس اربع شخصيات للحين. هاري بوتر اول واحد، ثاني واحد بيتر بان، ثالث واحد كان بهالوين كنت متقمص شخصية من لعبة سايلنت هيل، حولتها شوي يعني غيرت عليها وصرت مرض هالوين اللي كان بالجامعة الأمريكية. واخر شخصيه موجوده معنا ان شاء الله بالحلقه اوريكم اياها بعد. اي بعد شوي هذه مفاجاه يعني مفاجاه. بعد شوي راح يتقمص شخصيه اخرى طارق الخضري. طارق خلينا نعرف الناس اكثر عليك، اذا ممكن عمرك، دراستك، تخصصك الدراسي، اهتماماتك، لان الناس الحين فجاه شافوا شاب يشابه هاري بوتر. في ناس وايد تعرفك وهم في ناس ما تعرفك وحين يمكن قاعد تشوفك لاول مره، فعرفنا عليك اكثر. طارق الخضري 19 سنة، بلشت بهاري بوتر يمكن من أوائل الثانوية. تخصصي حاليا صناعة أفلام وإعلام جديد ومبتعث خارجا. نعم. وانت بعد ما شاء الله تتكلم إنجلش يعني وايد زين يقولون، فلما تجيب الأكسنت يصيرون يفكرونك صج هاري بوتر. صح يجوز. إنزين لبسك من وين حصلته؟ يعني هل هو صعب إنك تحصل اللبس هذا ولا متواجد ممكن الواحد يقدر إنه يحصله؟ على حسب الكاركتر اللي أنت يعني ناوية تقمصه. يعني فور إكزامبل هاري بوتر طلبت أكله من برا عشان يصير مثل النسخة الأصلية. بالنسبة حق بيتر بان ما قدرت ألقى يعني من نسخة شابه نسخة الفيلم مال ديزني. فاللي سويت إنه خيطت عند خياطين، خذيت خام وقلت لها بالطريقة الفلانية ورسمت لها وشرحت لها شلون خياطة وسوت ليها. بالنسبة حق اللبس الثالث سويته بالبيت اللي هو مال الرعب، كان مجرد خام أبيض وبالطو دكتور أبيض وكله، ونقعته بماي وبنسكافيه عشان يعطي اللون البيج المصدي. هو كان شكله حلو، كان كل شيء أوكي، لكن وأنا أدور بالمعرض كانت ريحتي قهوة. كانت ريحتي قهوة حلو، أشوى قهوة مو شيء ثاني الحمد لله. زين هاري بوتر الصبي الساحر الصغير اللي شفناه كان ساحر ويسوي أشياء غريبة، فأنت راح تسوي لنا شيء في الاستديو اليوم، ترفع طاولة،
قهوتي لنا ركب. لا مجري علي قبل الله يهنيك. خلينا نشوف الخشبة هذه. أسلحتك شنو هذه اللي معك؟ هذه عصاية هاري بوتر النسخة الأصلية الربليكا. أوكي. وهذا طبعًا كتاب أنا لقيته يعني بمكتبة كنت بتركيا. فمن شكله هم حسيت انه يلوق على اللبس عشان هم دائما بالافلام لو تلاحظون انه في كتب شعوذه وكتب سحر وسبيلز حلو. تقمصك للشخصيه هل يخليك تتكلم نفس هاري بوتر؟ انا اتحاشى اتكلم نفس هاري بوتر، ليش؟ انه اللي يحبون هاري بوتر يحبونه بزياده، لو حاولت اتكلم كهاري بوتر اكيد راح اقصر. ايه فاتحاشى اتكلم. شوف خلينا نشوف شيء محاوله. ولا مرة جربت إني أتكلم هاري بوتر، بس إنه إكسبريشنز بالوجه. ويمكن هي أكثر شخصية نكدية أنا أسويها، كل مرة أروح لك كل ما فوتو شوت لازم نفس الوجه اللي معصب. إذا خلينا نشوفها. إي صح 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 خليك والله خليك لأنه صح. إذا حاول مثلا تتكلم بالأكسنت ماله أو بالإنجلش نفسه اللي هي البريطاني ما أي شيء تقول مثلا تعرف عن نفسك مثلا انت بتسوي كذي كذي كذي. تخيل ان انا الساحر الكبير ومثل معي مشهد. ما صعبه يعني انا مو متمرن على هاري بوتر صراحه. صعب صاحبي انا راح اكلمك عربي. بعدين انا حدي باللورتي باللورتي ما عندي اكثر من كذي عرب. انزين احنا قاعد نتكلم معاك وقاعد نحاول ان احنا نطلع شيء جديد من طارق الخضري. طارق انت مكمل معنا ان شاء الله؟ ان شاء الله. راح تورينا كوستم ثاني وراح نسالك هم العديد من الاسئله. انا بس بعرف حرف الان هذا ليش نفسه هو مسوي؟ هو اي عنده جرح الفولدمورت مسوي له من كان رضيع. لا ما قلت له، بغيت اقول لك شوف الفيلم ليش تساله؟ اوكي. انا شايف جزء واحد فقط. شايف جزء واحد فقط، لازم ارجع اشوف الاجزاء كلها. طارق راح ياخذ وقت شوي في عمليه التبديل، فعشان كذي احنا راح ننتقل لموضوع ثاني عن التغذيه وعلاقه التغذيه بفصل الشتاء من بعد الفاصل. نطرونا. ويلكم باك لمشاهدين الراي وبرنامج رايكم شباب، وضيفنا الفنان طارق الخضري. طارق بكاركتر جديد، شخصيه شيء مختلفه يا طارق، ما شاء الله يعني ملفته وغريبه ويونيك وحلوه. فتكلمنا اكثر عن هذه الشخصيه وانت شلون مستوحيها او من وين مطلعها؟ هذه طبعا ايدت شخصياتي، يمكن ما صار عليها يمكن شهر. جمعت اغراضها من ما كنت ادرس بامريكا، وجمعت شوي هني ووايد اشياء انا سويتها بيدي، مثل العصايه، مثل السوس انا قصصته، والكابوس انا اضفت عليها شوي اكسسوارات. شخصيه المفروض تمثل الماد هاتر او صانع قبعات المجنون اللي كان بقصه اليس. بس شوي انا يعني مخليه على ثيم الستيم بانك اللي هو دمج الادوات القديمه واللي من العصر الفكتوري، فحولته شوي غيرت من شخصيته. انا اكثر شيء عجبني هو اهتمامك بادق التفاصيل، يعني الجوتي حاط عليه شرايط، العصايه اللي انت ماسكها، يعني التفاصيل الصغيره هذه حلوه. شخصيات كثيره بالكرتون احنا قاعد نشوف، شنو الشخصيه اللي ودك انك تتقمصها؟ الشخصيه اللي ودي اتقمصها، وايد في شخصيات ودي اتقمصها، لكن انا يعني دائما اتقمص الشخصيه اللي ممكن تلوق لي او تشبهني او يعني القط منها لمحه على الاقل. ولا يعني اذا شو اي شخصيه حابه اتقمصها وايد تصير شخصيات. اي مثل قول لنا امثله. في شخصيات في بالك يعني ودك ان انت تسويها، ولا شخصيات اللي مسويتها كافيه بالنسبه لك؟ هي كافيه، انا احب كل شخصيه سويتها، يعني ما اعتبر ولا شخصيه سويتها يعني مثلا يعني مقصره معاي، ولا انه ما جابت الاقبال اللي انا كنت ابي بالنهايه، لان انا لما اسوي الكوسبلاي او اطلع بمعارض بهذا الشكل يعني انا استمتع قبل لا اركز انه هل في اقبال، هل نجح هذا الشيء، هل هذا، استمتع باللي انا لابسه تقريبا مثل التمثيل هو. انزين طارق، انت مثلا ما حاولت توظف هذه الموهبه اللي فيك مثلا في مسرحيات، باعمال، ما صار في مثلا كونتاكت بينك وبين منتجين ان انت تدخل في كاركترات وتدخل الى عالم التمثيل؟ حاولت بس انه مع شوي شغل الدراسة وهذا طخيت. لكن في انه يعني خذوني حق افلام قصيرة، خذوني حق اعلانات دعايات، بس انه بيبي ستيبس مثل ما يقولون. للحين ان شاء الله الله يوفقك. خطوات صغيرة. انزين نعم. احنا قاعد نشوفك الحين قاعد تطلع لنا كل شوي بشخصية، الناس اذا بيشوفون هذه الشخصيات اللي انت قاعد تطلعها وين تروح؟ في معارض معينة، ايفنتات، يعني وين؟ اي هو تقريبا خلاص موهبة الكوسبلاي صايرة وايد شائعة بالكويت، وقاعد تدرج وايد ناس، يعني احنا قاعد نشوف كل شهر في ناس تقدر قاعد تسوي شخصيات
يمكن اول ما بلشت كان فيها يعني شوي تنافر لان كل شيء غريب الناس تنفر منه كل شيء جديد بعد بس الحين لا الكل قاعد يتقبلهم وفي ناس تطلب الكوسبلايز ان يصير بمعرضهم فتقريبا يعني المعارض اللي تكون الثيم مالها ثيم ياباني من الحضاره اليابانيه مؤكد يكون في كوسبلاي في معارض ثانيه ممكن تشوفين كوسبلاي ثاني مثل انا مثلا اشتركت الكويت وافتخر ما له علاقه بالحضاره اليابانيه بس انا اضفت لهذه اللمسه وكان في اقبال بالكويت وافتخر فتشوفيني بكل المعارض تقريبا حلو. نعم طيب ليش مهتم طارق اكثر بالشخصيات الاجنبيه او انت مستوحي دائما كاركترك من الشخصيات الاجنبيه ليش ما رحت للشخصيات العربيه مثلا علي بابا علاء الدين سندباد وايد شخصيات عندنا اخذت يعني انا لما اشوف شخصيه ان في احد سواها استوليكت قصدك يعني هو انا اقدر اسوي مثلها بس انا ما احب اسوي شيء شي مو موجود اوكي يكون في ابداع اكثر يكون في الشيء النادر بعد زين شنو الصعوبات اللي انت واجهتها الصعوبات من التنهيل وايد اشياء يمكن انك تجمعين كل اللبس هو يكون ببالك لبس معين انك تجمعينه من يعني شلون تبلشين وش تجمعين اول وهل راح يضبط لان ساعات انت تتخيلين ممكن تخيلين لبس ببالك شخصيه ببالك تشترين كل الاغراض وتجمعينهم لما تجين تلبسينهم مو اللي ببالك ما ضبط صح بالنهايه الفكره كلها راحت والفلوس كلها راحت مكلفه العمليه وايد وايد يعني يمكن انا اغلى ما فيه الكابوس لان الكابوس ليذر وهوم ميد فوايد مكلفه العمليه يعني احنا لما نشوف واحد تعب على لبسه احنا بيننا ككوست بلايرز يعني نحييه لانه هو تعب عليه قاعد عليه مستحيل هذا يابا جاهز وكافي اتقانه يعني صحيح. نعم طارق انت ما شاء الله بعد اعتقد ما اذا انت توافقني الراي ولا لا ان انت تصلح انك تكون ستايلست بمعنى مثلا يكون في فيلم او عمل فانت تبدي ترسم الشخصيه للفنان ممكن تدخل الى هذا المجال في ان مثلا دانا قاعد تمثل العمل الفلاني شخصيتها كذي فانت ترسم شخصيتها او الكاركتر هل تحس ممكن تسوي كذي ولا مو اهتمامك انت تعرف حق نفسك اكثر لا العكس بس انا شوي يعني تقريبا مثل ما انت قلت صالح بس مو بالافلام بالمسلسلات الكرتونيه وايد قاعد يطلبون مني اسوي لهم الشخصيات من لا مكان يعني هم يشرحوا لي الشخصيه وشخصيتها ودورها بالمسلسل وشنو يبونها لابسه ولكن يخلوا لي يعني الموضوع شوي اوبن يعني ابدع على كيفك فكل ما قاعد اصمم شخصيه سبحان الله انا ما حد قاعد يقول لي مثلا ناقصها شيء محتاجه شيء قاعد يعني ممكن مثل ما انت تقول ستايلست قاعد اتمكن من هذا الموضوع ان اصير ستايلست على حسب فكره الشخص اللي يطلب مني مثلا ارسم شيء معين اي نعم هوايتك هذه شلون تشوف مستقبلها بالكويت ككوسبلاير يعني انا 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 يعني اعتبر كوسبلاينج اصلا تمثيل ف بعيدا عن الـ 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 يعني الفائده الماديه ولا الشهره ولا ولا ان يصير عندك يعني قدره على التمثيل انا اول ما بلشت اسوي كوسبلاي قبل اسوي كوسبلاي كنت شخص خجول جدا من بعد ما بلشت اسوي كوسبلاي وشيء اجبار انك تمشين بين الناس ويصورونك وتفاعلين مع الناس والناس كلهم انظهرهم عليك لانك الشيء غريب يعني فهني بلشت يعني شخصيتي هم يعني يصير فيها ثقه بالنفس زادت ثقتك بنفسك شخصيتك تقوى يعني حتى بملابسك العاديه لما تطلعين قمتي حتى ما تهتمين اذا الناس يطلعوا لك ولا لا ليش انتم يطلعونك بالكوسبلاي والتنكر فحتى ملابسك العاديه صارت عادي نعم تشكلك بالهالوين تبدع اي احسك كذي صدق لان عندك بالنسبه لك شيء سهل يعني وايزي في ان انت يعني تجمع الكاستمز او طريقه الملابس اذا تستشير منو يساعدك يقول لك لبسك صح اليوم لا المفروض تسوي كذي تشيل هذا تحط شيء مثلا معين اول شيء اتيني فكره انا بروحي يعني اقول هالفكره حق كم شخص من اللي يسوون الكوسبلاي او اللي يتقمصون الشخصيات اشوف رايهم فيها اشوف هل في احد سواها قبل هل اذا في احد سواها قبل واذا انا بسويها راح تشبهها هل راح يبين ان في تشابه بعدها اهلي البس الشخصيه قدامهم يمكن يتغشمرون شوي يقولون ناقصها شيء ناقصها هذا شيل هذا ما شيل هذا واسمع كلامهم ساعات حلو متى بلشت فيها بالضبط كم كان عمرك يمكن قبل 4 سنين الى 5 سنين صحيح يعني كان عمري ما ادري بالضبط يعني بس انه هم
بداية الثانوية خلينا نقول. بداية الثانوية. يعني كان عمرك 15 تقريبا 16 سنة. تقريبا. إيه. أنا متلخبط شوي تقريبا. نعم. تحس شغلك هذا له مستقبل ولا تحس إن عمره الافتراضي وايد قصير؟ لا أشوف إنه له مستقبل. خصوصا نعم. يعني هو ذا بالكويت قاعد ينتشر هذا الفن فما بالك برا. نعم. حلو. إحنا الحين قابلنا هاري بوتر. قابلنا شخصية مختلفة. بعد الفاصل راح نقابل طارق الخضري الفنان والرسام. فخريح شوي مع هذا الفاصل ونرجع نكمل آخر فقرة من فقرات برنامج رايكم شباب. طارق الخضري الحين موجود معانا بشكله العادي كفنان لأنه هو ما شاء الله متعدد المواهب وترسم يا طارق رسم كرتوني. فكلمنا عن هذه الهواية واشرح لنا أكثر عن هذا الرسم ومن متى مبتدي فيه. أول شيء بلشت بالرسم أنا من عمري 4 سنين عموماً وكنت أقلد اللي أشوفه بالتلفزيون كراسات الرسم بدال لا ألون على كراسات الرسم كنت أجيب ورقة فاضية وأرسم عليها نفس الشخصية الموجودة بكراسة الرسم. ظليت شيء أرسم وأرسم وأكمل وكان دعم من الوالدة هو أكثر شيء لأنه كان دائما تجيب لي كراسات أخلصهم بسرعة. فيوم كنت بخامس ابتدائي أخوي اقترح علي أشترك معرض وكان معرض مواهب الأول واشتركت وشفت أنه في إقبال خصوصاً أنه كان عمري صغير فما كنت أتوقع أن رسم الكرتون كان بيشد انتباه الناس خصوصاً أنا أرسم كرتون مو نوع ثاني. إيش معنى اخترت هذا النوع؟ من وأنا صغير أحب الكرتونز أحب الشخصيات الكرتونية ما كانت تهمني يعني الأمور اللي مثلاً الكرتون اللي يبين أشكالهم واقعية ولا الكرتون اللي غالبا ما يكون يعني سوبر هيرو كان كنت احب باكس باني الاشياء الكوميديه اللي اشكالها حتى ما تحتاج الى يعني رسم بالاناتومي مضبوط كانوا كل الشخصيات مرنه جدا حتى لو تلاحظين مثلا توم وجيري لما يدعموني بشيء تغير اشكالهم لما فامور كانت جدا مرنه فهذا اللي شدني انه ما يقيدني على رسم معين كنت اقدر اسوي يعني من اي شكل رسمه فهذا اللي خلاني احب الكرتون. حلو. نعم طارق يعني انت الحين قاعد تخلق او تبتدع شخصيات كرتونية جديدة تماماً بالشكل ولا لا قاعد مثلاً تستوحي من شخصيات كرتونية معروفة؟ هو كله يعني كله ابتكار لكن كله ابتكار مستوحى فتقريباً كل اللي أنا أرسمه أكيد أنا شايفه بمكان معين أكيد هذا بس اللي قاعد أرسمه كلش مو موجود يعني كشخصية أوريدي موجودة ولا كبرودكت أوريدي موجود ولا ككرتون أوريدي موجود ما أرسم الشخصيات أوريدي موجودة كل الشخصيات اللي أرسمها من خيالي. حلو ترسم شيء ثاني غير الكرتون ولا بس خصصت وقتك وإبداعك كله برسم الكرتون؟ أحاول أنوع لكن يعني حتى لما أنوع مثلا كنت بلشت أرسم بالسريالية هي مدرسة فبلشت أحط الكرتون بالسريالية وطلعت معي يعني بشكل حلو إنه حتى وصلت رسالة إن الكرتون مو شرط يستهدف بس الأطفال ممكن يستهدف ويحط بالرسمة نفسها معاني غامضة. نعم طيب لما تيجي بترسم الشخصية الكرتونية في مرة صارت لك أنك استوحيت شخصيات كرتونية من بشر من ناس؟ وايد تقريبا كل يوم يمكن أشوف شخص ودي أرسمه ككرتون أي فتشوف شكله وتحوله إلى شخصية كرتونية وايد أنت ترسم بنفسك طبعا على ورق مو عن طريق الكمبيوتر ولا عن طريق الآيباد حلو مو بالورقة والقلم لا على الآيباد وأنا ما أحث على هذا الشيء ليش إنه فيه شيء متطور أكثر اللي هو الماك والتابلت الكبير اللي الناس يرسمون عليه بس أنا تعودت عليه من وأنا صغير فكل ما ينزل برنامج كنت يعني ظليت أرسم فيه لأن هم إيدي ماخذة عليه كان قاعد أشوف شخصية الحين هذا شنو شايف أنا هذا هادي من وادي الأمان قاعد أقول أنا قاعد حسيت إن أنا شايفه أنت رديت رسمته مرة ثانية أحسك تقدر تتقمص الشخصية بعد بس ما حد راح يعرفه لأنه وادي الأمان من سنتين قديم يعني إلا جيل الطيبين كما يطلق عليهم أو علينا حلو شخصياتك هذه اللي قاعد تخلقها أنت من وحي خيالك هل في ممكن بالمستقبل يكون لك مسلسل كرتوني؟ أتمنى والعكس هو يعني في أمور يعني في أوفرز قاريون حلو وفي تشاورات يمكن يجوز في شيء يعني جديد مع ضيف انتم استضفتوه بعد هني قبل لا ما راح اقول لا غششنا لازم تغششنا ما راح اقول راح اقول لا شاطر يمكن في مشروع بيني وبينك شاطر طارق زين هذا منو هذا المفروض انا اوكي انا كنت بسالك كنت بسالك انت ما استوحيت من شكلك او من كاركترك في ان انت ترسم
إذا تقول صدق من أهلك رسمت أحد؟ لا أتحاشى العكس أصلاً وايد يقولوا لي طارق أنت رسمت فلان وفلان وفلان وأنا أخوك ما ترسمني أتحاشى أرسم لأهل يعني مو أساس زعل ما زعل أنا يعني ما أرسم كاريكاتير ما أبالغ بالشكل أنا أرسم كرتون فعادي يعني الشكل راح يطلع طبيعي لكن أنا يعني ما يشدني يعني الشكل شخص أنت شايفه من زمان عموماً الأشخاص اللي يكونون يدد أنت توك تشوفه في ملامح تكون شوي يعني بارزة فيه من خشم عيون هني اللي يصير ودي أرسمه حلو إيش كثر يأخذ وقت منك رسم الكرتون على حسب يعني إذا أنا برسم مثل رسمة هذه اللي تو طلعت مع خلفية وهذه تطول لكن أغلب الرسمات اللي أنا أرسمها الكاركتر نفسه أرسمه أول شيء بأوتلاين بعدين أحط على الإنك الأسود وألونه وأحط من إضاءة وأحط من ظل ولمعات ومن الإضافات الصغيرة بعدين أحددها هم بالأسود وخلصت من غير خلفية هم هذه شوي يطول لكن مو مثل الخلفية يعني حلو. اللي فيه خلفية وفيه ديتيلز أكثر وشخصيات بنفس الرسمة نفس اللوحة يطول أكثر فممكن يصير 16 ساعة حلو صح وايد والله وايد 16 ساعة إيه لأن رسم الكرتون اللي هو يعني الرسوم المتحركة صعبة جدا في إن أي حركة يقوم فيها أنت لازم كلها راسمها صح هو يرفع إيده هو ينزل إيده هو يتكلم هذا كله الرسم فيعطيك ألف عافية الله يعافيك وإحنا نحب فيك هذه الموهبة اللي أنت تمتلكها طارق الخضري إحنا وصلنا معك للختام في شيء حاب تختم في حوارك شو تقول حق الناس شو راح تسوي إن شاء الله تعملك 19 ما شاء الله عليك قاعد تسوي كذي فإن شاء الله بالسنوات الجاية إيش راح تسوي أول شيء حاب أشكركم على استضافتي زمان مترقبها وأنت تدري الله يسلمك وحاب بس أقول حق الناس إن مهما كانت الموهبة صغيرة لا تحاول تخشها يعني في ناس يقولون إذا كانت عندك موهبة ما حد يطالعك ما حد راح يطلعك ما حد يكتشفك بس هذه الناس ما قاعد تشتغل على نفسها أنت لو تطلع موهبتك لو تشاحط مثل ما يقولون فيها وأنا عندي موهبة وأنا عندي وأنا أقدر أسوي كذي الناس راح تكتشفك واللي يبون موهبتك راح يلقونك صحيح كلام جميل طارق الخضري كان معنا الفنان المبدع طارق طبعا مثل ما قال إذا أنت عندك موهبة اسعى لها وحقق كل اللي تبيه من خلال موهبتك هذه شاكرين لك طارق معنا وشاكرة لك صالح تواجدك اليوم معاي مع إن بلاعيمة عورة مشاهدينا نشوفكم باكر بإذن الله بنفس الموعد مع السلامة.